اهلا بيك يا فندم، ربنا يكرمك. عندك تجربة مع الدولار والجنيه، متأثر بهذا الارتفاع، شايف الموضوع ازاي؟ طبعا هو كل ما الدولار بيعلى كل ما بيبقى فيه تأثير، كل ما الجنيه بينزل كل ما الحاجة القيمة بتعلى. وطبعا الجنيه المصري دلوقتي يعتبر بقى زي المواطن المصري، ملوش أي قيمة وملوش أي وزن. تمام، طول ما النظام ده ماسكنا طبعا جايين لورا، أكيد مفيش حاجة اتقدمت خالص. بقاله كام سنة عمال يقول لنا اصبروا اصبروا معايا ومفيش أي حاجة لتحسن، ولا زالت كل حاجة للأسوأ. مش الدولار بس، كل حاجة، يعني ايوه المشاريع اللي عاملها جايبانا لورا، الحاجات اللي عاملها ملهاش أي قيمة ولا لها أي لازمة. اللي غلت الدولار، تعويم الجنيه. حضرتك عومت الجنيه بناء على ايه؟ انت لا بتصدر ولا بتعمل، انت بس عبارة عن بتستورد. يعني كل حاجة بتجيبها من بره، حتى الفلوس بتجيبها من بره. ايوه وغير كده وكده القروض حضرتك اللي على مصر ومتلفلة بيسدوا الفوائد بتاعتها بقروض تانية بيجيبها، يعني القروض بيسدها بقروض. وعلى تمام. ذلك وده كل اللي قاله وزير الماليه يا استاذ اسلام، للاسف لما سئل السؤال الشهير وهفضل اكرره كل شويه لان هي اجابه نموذجيه لن ينساها التاريخ، هنعمل ايه يا فندم في الديون المتلتله اللي علينا، هنتصرف فيها ازاي؟ قال له اصل احنا استلفنا كتير. طب هنحلها ازاي؟ هنستلف تاني.